الحلقة السابعة من مسلسلات رمضان كانت كلها أحداث مشوقة، سواء بقى الأعمال الوطنية أو الاجتماعي أو الكوميدي. اللي فات حلقات امبارح وما قدرش يتابعها خليه يتابعها معانا دلوقتي، ملخص لأهم أحداث الحلقات السابعة. معانا مجموعة كبيرة من المسلسلات، أبرزها الكتيبة 101 ورسالة الإمام والكبير قوي الجزء السابع، وكمان جعفر العمدة وسر باتع وسوق الكانتو وغيرهم من المسلسلات. تعالوا مع بعض نتابع الملخص ونرجع تاني. الحلقات السابعة من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة، البداية مع مسلسل الكتيبة 101 اللي ركزت الحلقة فيها على العملية اللي نفذها أبطال القوات المسلحة ضد العناصر الإرهابية، وتم فيها تدمير مزرعتين لتخزين أسلحة العناصر الإرهابية. سيطرنا على المكان بس ما فيش أبو البراء ولا أبو أسامة. مالك فيه؟ مليش، أنا تمام. أنت تمام؟ أنا تمام، سيبه. طيب لا أنا أودي. وتطورت أحداث الحلقة بظهور الفنان حسني الشتا وهو بيذهب بصحبة سيدة لأحد مستشفيات سينا، إنها بتحتاج حد ينقذها من هذا الشخص بأي طريقة، وبالتالي راحت للإبلاغ عنه. وبالفعل نجح الرائد نور صلاح العزب واللي بيجسد شخصيته عمرو يوسف في القبض على عيد الإرهابي واللي بيجسد شخصيته حسني الشتا. خد لبسه دي، شوف يحب يسمع ايه. تعال. شهدت احداث الحلقه السابعه من مسلسل رساله الامام مشهد دار في منزل الشيخ يحيى بن حسان البكري في تنس، حيث سافر الامام الشافعي برفقه يوسف بن يحيى البويطي وبيعطيه ما دونه عن الامام الليث. وخلال نوم الامام الشافعي ويوسف بن يحيى البويطي في ضيافه الشيخ يحيى بن حسان البكري بتظهر أفعى في الغرفة، لكن الإمام بيستيقظ وبيضربها بالسيف. وبتتطور الأحداث بوصول الإمام الشافعي برفقة البويطي إلى أرض الفسطاط. أنا أشرف بأن أحمل هدية أهالي تنيس. شكراً يا أبا أحمد. بارك الله فيك. شكراً. خلال الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة ذهب الفنان محمد رمضان لصديق بلال شامة، الشخصية اللي بيجسدها الفنان مجدي بدر، عشان يعرف منه مكان أخوه إسماعيل واللي كان بيعمل في محجر مع مجدي بدر اللي اختطف ابن محمد رمضان. تليفون مقفول. عارف انه زفت مقفول. عارف انه مقفول بس هيفتحه، هيجيب خط جديد وهيكلمك ساعتها توصلني بيه او انت مكانه. شهدت الحلقه معرفه كل من مي كساب وايمان العاصي وهاله صدقي حقيقه الفنانه زينه وسجن والدها، الامر اللي اغضبها وجعلها بترغب في ترك المنزل. ليه الشنط دي؟ اسال مامتك. مامتي؟ اسأل دلال ونرجس. طلعوا الحاجة دي على شقتي فوق. يلا. لا ما حدش يمشي. يلا نتكلم فوق. لا معلش من فضلك أنا عايزة أمشي. احنا في الشارع بقول نتكلم فوق. أنا عيب راضي أوبر. شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكبير قوي معرفة الكبير أحمد مكي من الأمن في المول، السواق اللي ركبت معاه مربوحة أو رحمة أحمد وخطفها هو علاء مرسي. وبعد البحث تم العثور على صاحب العربية الأنتيكة اللي ركبتها مربوحة، ولما وصل الكبير برفقة نفادي أو حاتم صلاح وريجاتا صاحب التاكسي للفيلا، وجد النجم أحمد السقا على حصان، وكل منهم تفاجأ أن صاحب العربية الأنتيكة هو السقا. أستاذ أحمد، في ناس عايزينك. أستاذ أحمد السقا. في مسلسل سر الباتع شهدت الأحداث الاستعدادات لمحاكمة السلطان حامد أو أحمد صلاح السعدني، وأمر القائد الفرنسي أن تكون محاكمته علنية علشان يرهب أهل القرية ولا يتجرأ أحد بعد كده على قتل أي جندي فرنسي، ويتم تعيين القائد الفرنسي العالم كليمونت علشان يكون محامي يدافع عن حامد والمحكمة تكون شرعية. ربك فوق الكل. مدل العصر يا معلم. ربنا موجود. ألف ألف مبروك، ألف حمد لله على السلامة، اتفضل.
كشفت الحلقة 7 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث. اجتمعت صفية أو روبي ببعض من نساء تل شبورة تحت شجرة الجميز بعد ما عرفت إن كبار البلد عايزين يقطعوا الشجرة، والأمر ده بترفضه العمدة، علشان كده قررت عمل الاجتماعات هناك. وفي الاجتماع عرضت النساء مجموعة من الأفكار اللي بتتلخص في وجود أتوبيسات للذهاب لمعرض الكتاب وعمل صالة جيم للسيدات. وكانت رفايدة أو صلة عمر بتشاهدهم من بعيد، ولما جت والدتها الدكتورة نعمات أو نهلة سلامة وبختها على كده. اتجننتي يا بنت؟ اتجننتي؟ ازاي تتكلمي مع امك كده؟ ايه بتكلم ازاي؟ بتقولي غلطانه وبقولك انا مش غلطانه، ما غلطتش في حاجه. صاحبتي قاعده تحت الجميزه مع حضره العمده، اجرمت عشان عايزه اقعد معاهم. حضره العمده دي شيطانه، شيطانه. في مسلسل ضرب نار الحلقه 7 مهره او ياسمين عبد العزيز راحت لجابر او احمد العوضي في المحل علشان تساله عن مفتاح المحل اللي ارسله ليها مع بندق او منذر مهران، وقال لها انه كان بيمر بظروف صعبه، وردت عليه بانها ما لقيتهوش وقت لما كانت بتحتاجه علشان يطلب منها في النهايه الزواج منه، وبتوافق مهره، وتم اقامه حفل زفاف كبير حضره عدد من الاصدقاء واهل المنطقه وشقيقه عبيد، ولكن المفاجأة كانت في حضور زيدان أو ماجد المصري حفل الزفاف لتهنئة مهرة بخاتم ألماظ. بدأت أحداث الحلقة 7 من مسلسل مذكرات زوج بحلم شيرين أو عائشة بن أحمد إن رؤوف تزوج عليها بنت خالته مها أو فرح يوسف. بعدها قامت بزيارة والدة رؤوف هناء الشربجي علشان تسألها إن المفروض تعمله بعد ما ترك المنزل، وبتقول لها إنها بتشك في مها بعد خروجه معها مؤخراً، ولكن بتؤكد لها والدة رؤوف إن مها ما تعرفش أي حاجة عنه وإن هي زارتها مبارح علشان تتأكد بنفسها. وإنتي صدقتيها؟ آه شكلها ما كانتش بتكسب، او يمكن بتعرف تمثل كويس. لا انا بشم ريحه الكذب من بعيد. رؤوف ما سابش البيت عشانها ولا في حاجه بينهم اصلا. طب مش هتتكلمي معاه زي ما كنتي ناويه لما رحتي له الشغل؟ انا رحت له الشغل عشان كنت فاكره ان هو بيسيستم مع الهانو، بس دلوقتي خلاص يرجع وقت ما يرجع. في الحلقة 7 من مسلسل سوق الكانتو غادر أمير كرارة أو طه القماش البانسيون بعد طرد شيرين والدة راوية مي عز الدين له والأصدقائه، وبتتبعه راوية لمحاولة شرح الأمر له، وبتخبره إن هناك سوء تفاهم وإن في خلاف قديم بين جده الحاج حسنين ووالدتها. تحب أشوف لك بانسيون تاني تقعد فيه النهاردة؟ لا ما ملوش لازمة، أرجع النهاردة بليل على طول. لا زي ما ينفعش، ما هو لو انت حكم دار المحروسه انا برضو حكم نط اسكندريه. في مسلسل الصفاره قرر شفيق او احمد امين الزواج من شيرين او ايه سماحه، وده بعد لما عزمها على الغداء للتعرف اكتر على الابناء، ولكن بيجد نفسه منغمس في هموم الاولاد ومشاكلهم، وقرر في النهايه انه بعد زواجه من شيرين اللي تحدد موعده بكره هتكون دي النهايه السعيده اللي بيدور عليها، وبعد الفرح هيرجع الصفاره الاثريه للشيخ لبلوب او محمد رضوان ويشكره عليها. ليه كده؟ الله يخرب بيت سنينك يا زياد، انا كان قلبي حاسس ان انت هتخربها من الاول، انا مش فاهم ليه؟